أصحاب البذلة الزرقاء بالصيف يوجهون تحية إجلال وإكبار لمهندسي النظافة. هذه الفئة التي تسهر على إبعاد الأذى عن الناس من حقها أن تكرم خاصة في هذا الظرف الصعب. مصالح أمن ولاية الصيف ارتأت أن تكرم فئة غالبا ما يغفل الكل عنها، فئة تبذل جهودا كبيرة في سبيل المحافظة على محيطنا المعيشي، فئة بذلت جهودا كبيرة ومعتبرة ساهمت وبالقدر الأوفر في كبح تداعيات جائحة كورونا. كلمة طيبة هي كل ما يطلبه هؤلاء البسطاء الذين تعالت مكانتهم مع كل انحناء نحو الأرض. وقفة إجلال وتقدير لكم سادتي على المجهودات التي تبذلونها كل يوم. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في صحة وعافية، كل عام والجزائر بخير. هي التفاتة تعطي نفسا جديدا لكل مهندس سهر على نظافة المكان. أتوجه يعني بالخصوص إلى السيد رئيس أمن الولاية وكل إطارات وكل أعوان الشرطة على هذه الالتفاتة الطيبة التي تزيدنا يعني قوة وتعطينا نفس جديد. نتقدم أولا بالشكر إلى أعوان الأمن الوطني وخاصة الأمن الوطني الولائي ورأسهم المدير الأمن الذي أعطوا التفاتة كبيرة إلى عمال البلدية. عندما يلتقي حفظة الأمن وملائكة الليل فاطمئن المكان آمن بعيد عن كل أذى.